مدير وين؟ لان احنا تقريبا الان خلصنا الفقره ودنا بالمدير عشان بوزع جوائز. انا جايب جوائز الترتيب البحوث. اي خلاص خلاص قول. انا استاذ عندنا احنا مستب في البيت عندنا حديقه كذا حاطينها على الجبل للزراعه بس. جميل. عندنا شجره كذا نمت كثير وعندنا هذيك تعرفها اللي تجي ريحتها حلوه كذا لونها ابيض. جميل كذا. وسبب تنمت المهارات الفكريه للزراعه بالنسبه لنا والحين صحيح. ما عاد نتكاسل ان نزرع. جميل. ونهتم بالنباتات. عليكم السلام. طيب ابغاك معي يا طويل العمر. ابشر بالسعد. وصلنا ان شاء الله لنهايه حلقتنا. طبعا كلفنا الشباب بمهمه البحث. طيب جميل. وزي ما شافوا الشباب نمت عندهم المعلومات، توسعت منظورهم، بدأوا يحصلون على اللي هي معلومات أكثر، نما عندهم روح الفريق. صدقت. طيب الشغلة الثالثة طلع عندهم أفكار إبداعية، اللي جاب المرشد واللي طبع واللي سوى اللوحة اللاجو. طيب فتقديرا مني لجهودهم. طبعا هي أيوه. ما هي لا تحسبونها هدية آيفون، لا حاجات بسيطة يعني. لا يغرك جرير. لا يغرك جرير. طيب المركز الأول. ما شاء الله ما شاء الله. المركز الأول الفريق الأحمر. سلام. يستاهلون. هذا للفريق الأحمر. طيب الفريق الثاني. الفريق الثاني. أوه. الأخضر. بطلع عليك الجوائز. طيب طيب الثالث. طيب الفريق الأصفر. الفريق البنفسجي. الفريق الأزرق. يعطيكم العافية يا لكل شباب. تستاهلون. 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 الله يعطيك العافية يا أستاذ محمد. يعافيكم إن شاء الله. نسمع أقوى صفقة أستاذ محمد. ما قصرتوا اليوم، الله يوفقكم. الله يعطيكم العافية. سويتوا بحوث واجتهدتوا، ونشكر الأستاذ محمد على هذه البادرة، لأنه كان يبغاكم بدل ما تأخذون معلومة واحدة من الأستاذ تأخذون أكثر من معلومة وتنقلونها وتتشبعون بالبحث اللي سويتوه. فالله يعطيك